والله كما شفتوا كما شافوا الناس كل المقابله معناتها تحكيم كالعاده ما تصلح شيء. قلنا بدايه موسم جديد معناتها مش نشوفوا تحكيم معناتها جدي، تحكيم يعطي كل واحد حقه، ما احنا حتى حقنا ما لقيناش فهمتني. صحيح احنا كره ما حبتش برشا فرص، كره ما حبش تدخل فهمتني. ان شاء الله الماتش الجاي نكونوا حاضرين خير ان شاء الله وما فما كان خير.